فرق غيرت جلدها بالكامل وأخرى اكتفت بسد الخصاص في بعض المراكز المحدودة. هكذا كانت حصيلة حركة الانتقالات الصيفية داخل فرق القسم الأول للبطولة الاحترافية المغربية التي عادت عجلة موسمها الجديد للدوران مجددا. فرق الجيش الملكي ومولودية وجدة ورجاء بني ملال لفتت إليها الانتباه بإقدامها على التعاقد مع أكثر من 15 لاعبا دفعة واحدة بحثا عن حظوظ التألق أمام منافسين أقوياء. المغرب التطواني ونهضة زمامرة من بين الفرق التي فضلت أيضا تسجيل اسمها في سوق الانتقالات بالتعاقد مع ما يقارب 10 لاعبين لكل فريق. هناك فرق لانتدبت عدد كبير من اللاعبين أمثال فريق رجاء بني ملال، الجيش الملكي، أولمبيك أسفي والدفاع الجديدي، حينما هناك فرق أخرى لما انتدبش عدد كبير من اللاعبين لحافظت على الاستقرار والتوازن في التشكيلة، ونظرا حتى المستوى المشرف قاريا ومحليا أمثال حسين تقادير، الوداد البيضاوي، ثم موضوع ما بعد أراديس وفريق نهضة بركان. الرجاء والوداد ونهضة بركان والفتح وحسنية أكادير التي اعتادت في المواسم القليلة الماضية على التنافس قاريا اختارت إتمام صفقات محدودة إما حسب ما تحتاجه تركيبتها البشرية وإما بسبب الأزمة المالية، تحسبا لموسم قد يحمل تنافسا شاقا خاصة بالنسبة إلى الفرق الملتزمة بالتنافس على المستويين الإفريقي والعربي. وكما لاحظنا بأنه العدد من الفرق قامت بانتدابات ديالها بالشكل الذي ينبغي، خصوصا حسب المسابقات اللي غتلعب. شفنا فريق الوداد الرياضي ما عودناش أو عودنا على انتدابات كتكون كبيرة هذا الموسم، هذا شفنا انتدابات ربما في مراكز الخصاص. فريق الرجاء كذلك ربما انتداب الكبير أو وازن هو انتداب ديال محسن متولي اللي ربما يقدم إضافة. باقي الفرق تدبدبت ما بين انتدابات كبيرة بحال كما شفنا فريق نهضة الزمامرة اللي قام تقريبا 9 انتدابات، فريق الجيش الملكي أكثر من 12 انتداب. كل هذه يخلينا غنشوفوا انه عدد من الفرق التغير من الجلد ديالها وتبان بمستوى ربما افضل المواسم الفائته. أيوب الكعبي ومحسن متولي من الأسماء الوازنة التي سجلت عودتها إلى البطولة الاحترافية، في مقابل ذلك غدر لاعبون بارزون في اتجاه آفاق أخرى، والمعنيون هنا هم محمد أناجم، محسن يجور وزكريا حدراف. سوق الانتقالات أيضا استمرت في الوفاء لعادة ترحال اللاعبين بين مجموعة من الفرق بحثا عن عقود أفضل أو فرص جديدة للتألق. أيوب الكعبي بعد التجربه اللي معني ما كانتش موفقه بالنسبه 100% فالنادي ديالو الصيني رتاه انه يرجع للوداد باش انه يرجع يعني ربما يسترجع يعني الجاهزيه ديالو ويرجع النيفو ديالو كما كنقولوا بنسبه كبيره. محسن ياجور وزكريا حدراف لاعبين نادي الرجاء الرياضي، واحد من ابرز لاعبين، فاحنا كنتكلموا على الضائقه الماديه، فهما يمكن نادي الرجاء الرياضي ما قدرش انه يقنع حدراف يستمر معاه لانه مطالب ديالو ماديه، وحتى يعني الاكرار المادي ديال انهم خاصهم باش الفريق يعني ممكن مصاريف ماديه ديالو خلى انه يبيع العقد ديال محسن ياجور. شفنا بان عدد من اللاعبين خصوصا اللي كيتقدم الاعمار ديالهم في السن كيبقاو تقريبا في نفس الفرق ويعني يحوم على نفس الفرق. شفنا ان لاعبين مشاو للقسم الوطني الثاني، عدد من اللاعبين كان مليك الراقي، هذا كيبين بانه حتى المواهب ربما او حتى اسماء جديده ما بقيناش كنشوفوها بشكل كبير في البطوله الوطنيه، وحتى المحترفين ما بقاوش كيقدموا ديك الاضافه اللي كنتسناو منهم كل موسم، والدليل هو انه قله قليله من اللاعبين او المحترفين اللي جاوا لهذ المواسم في البطوله الوطنيه. التاريخ المحدد لانتهاء فترة الانتقالات في المغرب يطرح هو الآخر العديد من التساؤلات، فهو إن كان يمنح الفرق متسعا زمنيا مريحا لعقد صفقاتها فإن له سلبيات كذلك. كنتمنوا أنه يكون تحديد تاريخ نهاية الميركاتو دائما يوم 31 غشت مثلنا مثل عديد من البطولات الدورية الأوروبية، لأنه هناك لاعبين أفارقة ولا لاعبين أجانب حينما لا يجدون مركز بفريق أسيوي أو في بطولة أوروبية يتقدمون للبطولة الوطنية في شهر شتنبر. ظاهر سوق الانتقالات في المغرب ليس كباطنه، أغلب الصفقات توحي شكليا بأنها نفذت في أحسن صيغة، لكن من ناحية المضمون فأغلبها تنتهي بخلافات تخص بالأساس الالتزام بأداء قيمة العقود، وهو ما رفع إلى أزيد من 500 عدد الملفات المطروحة على لجنة النزاعات بالجامعة.